وكل الجهود التي بذلت على أن يكون في العراق بعد عام 2003 نظام سياسي دستوري ديمقراطي للأسف أجهضت وتجهض بشكل يومي من قبل أحزاب هي تريد السيطرة على يعني النظام في العراق والعملية في السياسية في العراق، وهي تريد بناء سلطة قبل أن تذهب إلى بناء نظام سياسي. ولاحظنا أنه يعني حتى التصريحات التي تصدر من الزعامات السياسية من القوى السياسية من رؤساء الوزراء الذين أغلبهم جاءوا بعد العام 2003 يتحدثون عن سلطة وعن قوة وكأنهم مهووسين حتى بصدام حسين ونظام صدام حسين، هم يريدون السيطرة بشكل واضح على جميع مفاصل الدولة دون أن يكون هناك نظاما سياسيا مستقرا. ولهذا أنا أقول أنهم بالفعل حاولوا أكثر من مرة أن يبنوا سلطة، هذه السلطة يمكن من خلالها يعني ضرب كل الخصوم وكل المعارضين، وهذا تحقق بالفعل. استاذ سرمد لعلك تتذكر ما حصل بعد العام 2003 من تجارب كان اخرها للاسف الشديد ما حصل في عام 2019 في ثوره تشرين، واضافه الى محاولات السيد مقتدى الصدر في عام 2021 و22 عندما اراد ان يكون هناك تغييرا في النظام السياسي واصلاح النظام السياسي، دخلت ميليشيات ودخلت جماعات مسلحه وقتلت اعداد كبيره من ربما من الصدريين ومن خارج الصدريين في محاوله منهم بأنهم هم قابضين على السلطة، ولا يمكن ولا يسمح لأحد أن يكون هناك نظاما سياسيا مستقرا. طيب. نظاما دستوريا قانونيا، هم يبحثون عن السلطة بدرجة الأساس.